حق الانتخابات نزيهة قال في المزاريطة. ماشي يا ابن الحاج فوكس. انا قد مش فايتك العشية بنتكلم عن الانتخابات. الحاج تعمل كل ذي اهميته. الواد ده كانه مخاوي المزاح. مبسوط، ادي اخرة العقد. امور جناب. ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه دي فليله. ما تصدقش يا كبير، الناس كلها في السوق هتقطع بعضيهم على فليله. اللي ما جوني بيه اعطاني تنين. جوني ايه؟ ما بلا ما اخده يا كبير. ايه المكتوب على الفليله دي؟ دي مكتوب نعم نحن نستطيع ان نعملها. عملكم اسود ومهبب يا كبير. احرق الفلالين دي واجمع كل الرجاله في المخزن. قدامك 10 دقايق غور ولا حيتاخر. امسك السلك عريان. انت يا اشرف انا كنت براهن عليك، خيبت املي فيك. امسك السلك يا اشرف. سامحنا يا كبير. خلاص يا كبير، اخر مره يا كبير. جزره وقطمها جحش. ده هيعلمك بعدك. ده ما تفوتش معاد الكبير واصل. فوتت معادي عشان خاطر في الليله. امسك السلك يا اشرف والا انت عارف انا هعمل فيك ايه. خلاص يا كبير حمسكه حمسكه. لا فيه السلك يا يا رجال. بس يا زهبل انت، خلينا احنا نشتغل. تفضل جنابك. يا رجال الواد جوني يا اخويا ده داير يوزع هدايا وتصاوير على اهل البلد، وهم ما يصدقوا حد يديهم فيقوموا يركبوه فوق روسنا ويكسبوه. قوم احنا بقى ايه؟ نسكتوا؟ يسيبوه يبرطع؟ لا، احنا لازم نضربه وضربتنا هتكون قويه. عبد الله اهدي بالله ما شاء الله. أسرة سعيدة. عندك عيال؟ عيل واحد يا كبير. ايه ده؟ صح. اها. وزاع. أمر جنابك. استمارة. تفضل. شوف يا سيد أبوك. طيب. هتحط الصحة في خانة الكبير، ولدك هيرجع لك صاغ سليم. هتقل عقلك وتحط الصحة في خانة جوني، يبقى مش هتشوفه تاني. أحب على قدك يا كبير. أحب على قدك يا كبير. أشرف. قوم يا كبير. هات الواد. احب على قدك يا كبير. احب على قدك يا كبير. لو سمحت انت مطريلي ليه يا ابني؟ الظاهر عشان اعمل حادثه يا عيني، برضو اكيد يعني مقصره في نفسي. اوه لو سمحت، ممكن يكون راكب على نفس العجله، ما تضمنش. ايه ده هو اهل البلد كلهم متخشمين. ايه ده؟ بص عامل ازاي؟ لو سمحت سيلفو بلاي، مين الحيوان اللي عامل كده في صوري؟ مين كابتن؟ مين الحمار اللي عمل كده في صوري؟ تعال هنا. فين ايه؟ هدرس بليز. تعال هنا. في ايه؟ كل الناس عامله كده ليه؟ الكبير يا سيدوني دور الضرب ولفت وفاء البلد عشان نرشحه. حاسب ايدك. قلت لك اعبل عشان نرشحه في الانتخابات، ومحرد على اي حد انه يتكلم. انا فهمت كده. أنا فهمت. عمل لكم كارت إرهاب، مشاكم زي ما هو عاوز زي الحمامير، وكلكم خفتوا وقبلتوا. أنا ما قبلتش، مش ممكن أقبل. أنا بقولها لكم أهو، tomorrow morning 9 o'clock AM عشان ما حدش يقول لي PM وكلام الفاضي ده. واقفة احتجاجية قدام الدوار. We hate you. We hate you. انت بتقول ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه ده؟ بتقول اي كلام؟ اسمع يا حبيبي، تعالى. وي يعني احنا، هيت بنكره، يو يعني انت. تكرهوني انا؟ ابل انت يعني هو. ما علينا، قول ورايا وخلاص.
وي هيت يو وي هيت يو لا وي هيت يو لا وي هيت يو لا وي هيت يو لا وي هيت يو الساعة كام دلوقتي؟ 10:30 أنا مش قلت 9 وأكدت في السوق أي إم عشان محدش يتأخر؟ أيوة واضح إن في مشكلة كبيرة جدا في البلد دي في موضوع المواعيد. أهو أهو طلع طلع يا بوي يا بوي يا بوي شوف شوف يعني ما طلعش أهبل بس طلع أهبل وجبان كمان. طب هنعمل إيه دلوقتي؟ إحنا ناقصنا واحد. مش مهم إحنا لازم نكمل المشوار تراست مي. أوكي وي هيت يو وي هيت يو. أنت كنت فاكر إنك هتكسبني في أرضي؟ يا ابني المزاريطة دي كلها في يدي. أنا اديتك تشانس جامدة جدي وأنت طلعت ما تستاهلهاش. على فكرة بقى أنا هرجع في كلامي، لا في انتخابات ولا أي حاجة وأنا هبقى العمدة وش. شوف يا ود الناس، الراجل عندنا هنا اتربت من لسانه، يعني لو رجعت في كلامك او لحسته ولا الناس هيصدقوك ولا هيرضوا بيك من اساسه. يا ابن اللعيبه، يعني انت بتدخلي من طب ده فير؟ ده اسمه عدل انك تكسب الانتخابات بالصوت والافتراء؟ تبقى انت كده كسبت. هو كده ده اخر كلام عندك؟ هو ده اللي عندي واخرك اعمل. لا هعمل من ناحيه هعمل هعمل ويا ما عملت قبل كده. راح فين راح فين؟ هعمل هعمل من ناحية هعمل هعمل أو اعمل بقى. اهدى يا كبير خوبتني. أنا أجيب الحكومة؟ أنا قاعد في الدار مكتب كيف نسويه؟ معرفش أمارس خطة الانتخابية؟ ما هتنفعش الخطة دي بعد ما الحكومة اندلت والناس اللي كانت خايفة مش هتخاف تاني. وهي الحكومة قاعدة لنا بس نخلصوا الانتخابات وانا عاود امرمط السلسفين اللي جابوهم. طب ما هي الناس عارفة كده وممكن يكسبوها عشان يتقوا شرك. يكسبوا مين يا ولي؟ ايه ده بس يا كبير، مفيش قدامنا غير صرفة واحدة. هي ايه يا فلحوصة؟ انا اقول لك أحبائي فلذات أكبادي أهلي، أنا خبر زين إنكم زحلانين مني واخدين على خطركم، بس أنا دعيبكم النهاردة عشان أحب على راسكم وأقولكم كلمة واحدة. معلش أنا آسف، كل بني آدم خطاء وأنا قسمتي عليكم دي من عشمي كيف ضرب الأب لولده. على العموم أنا ما عدتش أعمل كده تاني خالص. جزر وقطمها جحش قصروا. أنا جايبكم النهاردة عشان أقولكم حاجة مهمة قوة. هي 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 مالكش صالح واصل. محدش يمشي بعد الوقت، لسه هندلوا الساقع وبعدين الحلو كمان. يعني هو حبك الوقت يعني وأنا بتكلم؟ وكنا استنينا بعد ما تكلم يصبحوا. أنا ما عاوزهمش يسمعوك واصل، أنا عاوزاهم ياكلوا. اطعم الفم تستحي العين. جوني شهرته في أمريكا بيج هارت القلب الكبير. اتولد جوني وعاش حياته في ضواحي الثرى وسط الفقراء والمطحونين، وعلشان كده بيحبهم وبيحس بيهم. ابتدت إنجازاته في جميع المجالات في سن صغير، في الرياضة العنيف منها والرقيق كمان، وحصل على عدة بطولات محلية وعالمية مما جعله شخصية مشهورة ومحبوبة من قبل الجمهور الأمريكي، وده اللي ساعده على دخوله عالم السينما. لم يكتفي جوني بإنجازاته الفنية والرياضية، بل كانت له مواقف سياسية غيرت مجرى التاريخ في العالم. وأخذ جوني يتنقل من نجاح إلى نجاح حتى قرر أن يعود إلى مسقط رأسه المزاريطة وسط أهله وناسه.
اهل المزاريطة طيبين؟ اهلي، ما انا مزروط زيكم. انا بجد في الفترة البسيطة اللي عشتها معاكم دي اكتشفت ان احنا عندنا طاقة بشرية جامدة جدي، وان احنا عندنا رياضيين، فنانين، مفكرين، منافسين، مهندسين، لكن للأسف المواهب دي مدفونة ومحتاجة اللي يطلعها. واحنا هدفنا، ان احنا نطلع المواهب دي وننميها وننافس بيها العالم كله. يا جماعة انتوا لايك المحارة، عارفين المحارة؟ بتبقى في قاع البحر نتعاصى في الطين، والسمك اللي رايح واللي جاي بيعمل حاجات عليها، حتى الترسة بتعمل عليها حاجات، بس جواها في لؤلؤة. جواكم كلكم لؤلؤات. انت يا حاجة تحت القمطة دي في لؤلؤة، وانت تحت العمة دي في لؤلؤة. انا مهمتي هطلع اللؤلؤات دي كلها منكم. مفيش لؤلؤة فيكم مش هتطلع، تراست مي. احنا عايزين نبدأ مع بعض عهد مزاريطي جديد. Ladies and gentlemen, let's party. It's showtime! بالطريقه دي اضمن لك 40% من اهل المزاريطة يبقوا في بيتك، وانا كمان اقدر اضمن لك اكتر من 500 صوت لنساء المزاريطية، وانا بضمنش هاتوا حادي. اهبل جيب زي بقيه المزاريطيين. الباقي في جيبي يا بسكويتي. انا مش قلت لك انك داخل حرب خسرانه خسرانه؟ خلي بالك دي راوند 1 بس، لما الشاشه تبقى سودا وتنزل عليها كلمه جيم اوفر تبقى تتكلم. الحق يا جوني بيه، الحق جوني بيه. ايه يا راجل يا ناقص انت، واني واقف قدامك ايه شفاف ترانسبيرنت يا لا مؤاخذه يا كبير بيه، كويس كبير بيه يا خف. الواد عبادي واقف فوق سطوح الدوار وبيهدد بالانتحار. انا مش محرج 100 مره محدش يطلع فوق سطوح الدوار، ارضي تمهور ما يستحملش. جوني دي فرصتك، بي ذا هيرو. لو رحت انقذت الراجل ده هتضمن كل اهل المزاريطة في جيبك. ليتس جو. يا اللي هتبوظ الكرانيش يا حسبي الله ونعم الوكيل. طلعت ثلاثة ماني نازل. انزل يا ادلي انفخك. حرام عليك يا الله، حرام عليك يا الله. اوه ماي جاد، انا عندي فوبيا المرتفعات، اصلا عندي ايدك يا عباده. ما تحاولش يا تجوني، انا هفوت، انا هفوت. اوكي اسمعني وبعد كده فوت. لا اسمع بس، اسمع على فكره، اسمها النط مش فوت، ده خطا في السبيلنج. انا هنط، طب اسمعني، ايه اللي هيخليك تعمل خطوه مجنونه زي دي؟
العيشة بقي الضنك يا سجوني. العيال عاوزة دروس وعايزة فلوس وعاوزة مدارس. والمرة المرة ما مبطلاش طلبات. حتى أمي أمي قاعدة معانا ومش عاوزة تفارق وكاتمة على نفسنا والبيت ضيق. طب أعمل إيه أنا يعني؟ ده أنا مانيش لاقي حتى رغيف العيش الحاف أكله. خلاص يا عبادة خلاص. أنا كده أنا حربي نفسي يا أخي. بس على فكرة موضوع رغيف العيش ده معاك حق فيه. ايوه من ساعة ما جيت البلد يجيبوا لي حاجات غريبة ويقولوا لي ده عيش. بس على فكرة مشكلة الغذاء دي مشكلة عالمية ما بقتش مشكلة بلدكم بس. أنت عارف إن في أمريكا أكبر نسبة سمنة في العالم؟ ها؟ الفاست فود يا معلم الفاست فود. أحدث التقارير الطبية بتقول إن الفاست فود خطير موت على البشرة الدهنية. أنت بشرتك دهنية يا عبدة؟ إيه؟ مش مهم مش مهم. انت عارف انا اخر مره كنت بتمرن فيها عند ارنولد في الجيم بتاعه في امريكا قال لي جوني فوكك من الفاست فود ده مدرج جدي. هيقول ارنولد ومش ارنولد ارنولد يكونش بتاع الجهنمي والمدمر. انا معرفش هو عمل افلام في الخليج ولا لا بس بس هو عمل ترمينيتور. حب على قدك بس 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 يا حب على قدك يا سيدي شغلني شغلني عند سلامي في الجيم يا عم اوعى هتوقعنا ولا هنروح امريكا ولا هنشتغل عندك الراحة كده وهو اديك ليه وهيشغلك هناك. بس تعالى معايا واحدة واحدة يلا يلا استنى ما تتجننش مش عايز افورة ثانية واحدة. تعال يلا يا ابوي على المرار الطافح العمودية راحت ودي الفرطوس دي بقي بطل الأبطال قدام أهل البلد وأنا بقيت الجر اكده. الناس هتروح تصوت له صوت عليه بدري. أنا لازم أتصرف. تتصرف كيف يا كبير؟ الانتخابات بكرة خلاص ما بيجيش لها صرفة. لا ليه؟ Thank you.